قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا 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 قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك العظيم العظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك العظيم العظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك العظيم العظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وصلى الله على محمد وآله وفوض أمر الله. إن الله بصير بالعباد. وقال الله سيئات ما مكروا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله ولما شاء الناس. ما شاء الله وإن كره الناس. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الله رب العالمين. حسبي من هو حسبي. حسبي من لم يضل حسبي. حسبي من كان مسكنت لم يضل حسبي. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا
حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض، وباسمك الذي يصبح به الأولون والآخرون، يا حيا قبل كل حي، ويا حيا بعد كل حي، ويا حيا حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمره صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زينة عرش الله ومداد كلماته، وما أحصه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أياتي عهدا أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والدابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهدا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغروة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه، وأوسع منهجه واسلك به محجته، وأنفذ أمره واشدد أزره، واعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق، وهوى الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه، ويحقق الحق، واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك، وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن
حصنته من بأس المعتدين. اللهم وصف نبيك محمد صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنذير العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزدنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عظيم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيء ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منذرين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة
أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار كل في فلك يسبحون وآية لهم أنا عملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا سبيك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى أهلهم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترهبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يخصمون لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن الناس أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولهم من رب الرحيم ممتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون ما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثل ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على
أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. This Surah Yasin was recited for the following Marhumin: Rashid Fatma, Nasreen Fatma, Riaz Fatma, Hadi Fatma, Sukaina Khatun, Sayyid Madhabar Rizvi, Sayyid Hasan Ali Rizvi, Sayyid Ibn Ali Rizvi, Sayyid Ali Ala Jafri, Umme Habiba, Hasan Manu, Sheikh Nimr, Kul Marhumin, Mu'minin wa Mu'minat, As-Sawabul Fatiha. مؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. The last sentence which we recite in Dua Subh, in Taqibat Namaz Subh, Hasbi, Hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa Rabbul Arshil Azim, which means that Allah is sufficient.